من أتى السحار والكهنة فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن صدقهم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية أخرى في المسند والسنن: فقد برئ مما أنزل على محمد. لكن لو أنه لم يصدقهم وإنما سألهم مجرد سؤال، سألهم مجرد سؤال، فإن صلاته لا تقبل 40 يوما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوماً. ليس معنى ذلك أنه لا يصلي أو أنه يدع الصلاة، لا، يصلي، لكن سبحان الله، انظروا لعظم جرم الشيء الذي يقدح في التوحيد. ذلكم الشيء أسقط ماذا؟ أسقط أجر وحسنات صلاة 40 يوما. كم في اليوم من صلاة؟ 5 صلوات. انظر، بمجرد سؤال فقط لهؤلاء. ومن ثم فإن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وتوبته مقبولة إن تاب إلى الله. وأما ما ورد عند الطبراني: من أتى كاهناً فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 صباحا، فإنه حديث لا يصح.